أهلا بكم في أخبار الساعة من العربية، نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات في العناوين. التسريبات الأمريكية تكشف المزيد، صربيا رفضت فرض عقوبات على روسيا، وبيونغ يانغ تلاعبت بالصواريخ. بعد ضمان تقدمها في باخموت شرق أوكرانيا، روسيا تجس نبض الغرب بإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات. الصين تصعد ضد تايوان وتخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال الجزيرة لثلاثة أيام خلال شهر إبريل الجاري. بريطانيا تكشف تسلل جواسيس صينيين عبر جنسية ثالثة، وتخشى تسلل الجواسيس الروس عبر الوسيلة ذاتها. أهلا بكم. معلومات جديدة مشاهدينا كشفت عنها الوثائق الأمريكية المسربة، فنحن نتحدث عن أكثر من 50 وثيقة ختمت بسري أو سري للغاية. آخر ما كشفت عنه التسريبات يتعلق هذه المرة في صربيا، الدولة الوحيدة في أوروبا التي رفضت معاقبة روسيا على اجتياحها لأوكرانيا، حيث تقول الوثائق أن صربيا وافقت على إرسال الأسلحة إلى كييف، أو قد زودتها بالفعل، لكنها رفضت توفير تدريب القوات الأوكرانية. وفي وثائق أخرى مشاهدينا كشفت أن كوريا الشمالية عرضت عددا غير مسبوق من قذائف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عرض نظمته في فبراير، وكانت على الأرجح تحمل أنظمة غير قابلة للتشغيل أي مزيفة. الوثيقة تقول إن الهدف من ذلك هو استعراض ليس إلا تريد من خلاله بيونغ يانغ إثبات أن لديها قوة صاروخية أكبر وأكثر قدرة مما تمتلكها بالفعل. الوثائق السرية أقفلت أروقة المسؤولين أو أقلقتهم في واشنطن حول كيفية تسريبها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن بلاده ستواصل التحقيق في التسريب حتى تعرف مصدره، وشدد أوستن خلال مؤتمر صحفي على أن واشنطن تتعامل مع قضية الوثائق المسربة بشكل جدي، مشيرا إلى أنه يتواصل مع كبار القادة العسكريين يوميا للرد على تسريب الوثائق. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن وثائق البنتاغون يعود تاريخها إلى الفترة من نهاية فبراير وحتى الأول من مارس. من جهته اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز اعتبر أن تسريب الوثائق السرية شيء مؤسف للغاية. المشكلة فيما ذكرته أن تسريب الوثائق السرية مؤسف للغاية، وأنت تعلم هذا أمر تأخذه الإدارة الأمريكية على محمل الجد. أطلق البنتاغون ووزارة العدل الآن تحقيقا مكثفا للوصول إلى حقيقة الأمر. ليس هناك الكثير الذي يمكنني إضافته في هذه المرحلة مع استمرار هذا التحقيق. إلى أوكرانيا ومعركة الشرق الأوكراني وتحديدا معركة باخموت. تدور معارك ضارية وصل مداها بين الجانبين في المدينة إلى حرب شوارع. المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن قوات فاغنر تمكنت من التقدم في وسط مدينة باخموت، مضيفا أنها تدفع الجيش الأوكراني نحو الجزء الغربي للمدينة، وأشار إلى أن قواته باتت تسيطر على أكثر من 80% من باخموت. في اتجاه دونيتسك تركزت جهود القتال الرئيسية في منطقة أرتيموفسك، وواصلت الوحدات الهجومية التابعة لفاغنر القتال للاستيلاء على مناطق من الجزء الأوسط من أرتيموفسك ودفع العدو إلى الضواحي الغربية في المنطقة.
ينضم إلينا من دونيتسك مراسل العربية رائد الأخبار. أهلا بك معنا رائد. إذن لنتحدث عن المحور الأكثر شدة في المعركة على الأرض، ألا وهو باخموت. بطبيعة الحال كيف تدور المعارك هناك، وهل بالفعل هناك تقدم لفاغنر كما تتحدث الأنباء؟ صباح الخير فاطمة. فعلا هناك يعني تقدم للقوات الروسية أو قوات فاغنر في وسط المدينة، مدينة باخموت، لكن لا بد من الإشارة أن هناك ملفات أخرى ساخنة مثل باخموت، لكن هو باخموت دائما الأكثر إثارة. ما زالت قوات فاغنر تتقدم وتقاتل في حرب شوارع، معارك ضارية وشرسة بالفعل في وسط المدينة في منطقة السكك الحديدية. لم تنتهي هذه المعارك ولم تنسحب حتى الآن القوات الأوكرانية من الوسط إلى الناحية الغربية حيث المناطق الأكثر تمركزا للجيش الأوكراني، لكن هناك أنباء من السلطات الأوكرانية بأن لا يستغرب الشعب الأوكراني إذا أفاق على خبر انسحاب القوات الأوكرانية، لأن وضع الجيش الأوكراني في مدينة باخموت صعب جدا. المعارك ليست في الوسط وحدها حيث يقوم يعني سلاح الجو الروسي بتغطية سماء مدينة باخموت وبضرب قواعد للقوات الأوكرانية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، كما أن المنطقة الغربية تعتبر الحصن المنيع للقوات الأوكرانية حيث تصل الإمدادات من منطقتين، من منطقة أو مدينة تشاسوفيار في الغرب ومن ناحية كاستانتينوفكا. بالأمس حاول الجيش الروسي قطع الإمدادات من الطريق الموصل من كاستانتينوفكا إلى باخموت، لكنه لم يفلح في هذه المحاولات. فعلا هناك مقاومة شرسة وتدور معارك أيضا في المحور الشمالي في بلدة أريخافا فاسيلوفكا. الطوق يكتمل إذا استطاع الجيش الروسي من دخول مدينة بغدانوفكا أو بلدة بغدانوفكا في المنطقة الغربية، فيكون قد أحكم الطوق وحاصر القوات الأوكرانية التي تصل أعدادها إلى 15,000 مقاتل داخل مدينة باخموت. لكن هناك هجمة أوكرانية على مدينة دنيسك، نحن نتحدث في نفس المحور مقاطعة دنيسك. حذرت السلطات هنا المواطنين من التجول في الشوارع ونصحت أصحاب الأعمال الخاصة بعدم الذهاب إلى أعمالهم، كما أنها أصدرت بيانات للموظفين الحكوميين للعمل من بيوتهم تحسبا من ضربات مرتقبة من قبل الجيش الأوكراني. لابد أن هناك معلومات مرتبطة بالوثائق السرية أو بمعلومات استخباراتية بأن الجيش الأوكراني سيعود لضرب مدينة دنيتسك وبقوة. أيضا هناك عودة للجيش الأوكراني في مناطق بعيدة، منطقة زاباروجيا وخرسون، المناطق الجنوبية. هناك حديث عن حشد أوكراني كبير في هذه المنطقة من أجل العودة إلى المحطة النووية. تقول السلطات المحلية في خرسون بأن الجيش الأوكراني يحشد بأعداد كبيرة من أجل العودة إلى المناطق. طبعا الجغرافيا للمنطقة فاطمة، خرسون وزاباروجيا قريبتين جدا، يعني تقع المحطة النووية ما بين خرسون وما بين زاباروجيا. لذلك الهدف الرئيس للقوات الأوكرانية هو المحطة النووية، لأن هذه المحطة تقع على الضفة الجنوبية من النهر، حيث أن الجيش الروسي انسحب للضفة الشمالية وبقيت المحطة ليس تحت سيطرة الجيش الروسي، ويرغب الجيش الأوكراني بإعادة المحطة إلى سيطرته. شكرا لك من دونيتسك مراسل العربية رائد الأخبار على هذه المعلومات. وتزامنا مع التقدم الروسي في معركة باخموت، مشاهدينا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات. وبحسب وزارة الدفاع الروسية أطلق الصاروخ الباليستي بنجاح من نظام صاروخي أرضي متحرك، والهدف من التجربة هو اختبار معدات قتالية متطورة لصواريخ باليستية. من جانبها أكدت الخارجية الروسية أنها أخطرت واشنطن بعملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من مقاطعة أستراخان جنوبي البلاد تحديدا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن واشنطن لديها معلومات عن عملية إطلاق الصاروخ. من جهة أخرى قال ريابكوف إن الوثائق المسربة مؤخرا من البنتاغون قد تكون خدعة ومحاولة تضليل لخدمة أهداف أخرى. وأعرب أيضا عن رفض روسيا لتقديم أو
تقييم واشنطن بأن الصحفي إيفان جيرشكوفيتش محتجز ظلما، مشيرا إلى أنه ضبط متلبسا بالتجسس ويحاكم وفقا للقانون الروسي. وكانت حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن إمداد أوكرانيا بصواريخ الدفاعات الجوية يهدد حركة المرور الجوي المدني عالميا، مشيرة إلى أن أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم بما في ذلك فوق أوروبا ستظهر قريبا. الخارجية الروسية مشاهدين أكدت أيضا أن أي تكهنات من الاتحاد الأوروبي بشأن حفظ السلام في الظروف الحالية متناقضة للغاية، وفي الوقت الذي لا يبذل فيه الاتحاد جهود نحو التسوية السياسية على حد قولها. وكالة رويترز نقلت عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية أن سول تعتزم إقراض الولايات المتحدة 500 ألف طلقة مدفعية بدلاً من بيعها، وذلك لتقليل احتمالية استخدام قذائف من كوريا الجنوبية في الصراع الأوكراني الروسي. مصادر رويترز أفادت أيضاً بأن شحنات ذخيرة المدفعية الكورية سيتم تخصيصها لملء مخزونات الولايات المتحدة بشكل أساسي. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها. بريطانيا تدرج 11 جهة جديدة على قائمة العقوبات ضد روسيا. أحييكم من جديد. نتحدث عن تجربة روسيا لإطلاق الصواريخ الباليستي العابر للقارات مشاهدينا، وكان هذا موضوع تحدثنا عنه وتناولناه قبل الفاصل، نعود إليه الآن مع زميلتنا في موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة. أهلا بك معنا كاتيا. إذن تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات تقوم بها روسيا، ما التبريرات التي ربما تقدمها موسكو لهذه التجربة ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ مرحبا فاطمة. هذه التجربة طبعا هي ليست بالأولى التي تقوم بها موسكو لاختبار أنظمة الصواريخ العابرة للقارات، والتي طبعا هي قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى ذلك. طبعا كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت يوم أمس باختبار هذا الصاروخ، وهو عابر للقارات، هو أرض مداه قد يصل أو يصل إلى أكثر من 5500 كيلومتر، هو قادر على أن يصيب أهداف في القارات الأخرى. طبعا كما تحدث نائب وزير الدفاع الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف منذ قليل، قال أن روسيا قامت بإعلام واشنطن عن نيتها إطلاق هذا الصاروخ. صحيح، وسنتحدث عن ذلك كاتيا، ولكن ماذا تريد موسكو تحديدا من هذه التجربة؟ يعني هل هي ربما جس نبض للغرب بعد التهديدات بالسلاح النووي التي شهدناها مؤخرا كاتيا؟ هي كما تقول موسكو فاطمة بأنها تقوم بهذه الاختبارات فقط لاختبار طبعا أولا هذه الأنظمة قدرتها على إصابة الأهداف، كما قالت يوم أمس أنها استطاعت إصابة الهدف والذي كان هو في كازاخستان. طبعا هو هذا يأتي في ظل تزايد التوتر مع الغرب، وكما تقول موسكو وكما تعلمين أن موسكو تقوم الآن أيضا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا على خلفية أيضا وجود كما تقول بيلاروسيا تهديدات للبلاد، لدولتي الاتحاد روسيا وبيلاروسيا. هناك نشر، أو كما تحدث الرئيس الروسي، هناك سيكون نشر لأسلحة نووية تكتيكية أيضا في بيلاروسيا، هذا ردا على تعزيزات حلف الناتو التي كانت بدأت بها على الحدود مع بيلاروسيا في بولندا. بالإضافة إلى ذلك هذه تأتي في ظل التوترات وفي ظل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو الذي شهدناه أيضا مؤخرا. كانت روسيا قد قالت أنها ستقوم بزيادة تدريباتها بالإضافة إلى زيادة وتعزيز قواتها على الحدود الروسية. شكرا لك من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة على هذه المعلومات.
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أن الصين تخطط لفرض منطقة حظر طيران في شمال تايوان في الفترة ما بين 16 إلى 18 من إبريل الجاري. وقالت المصادر إن الحظر سيعطل معلومات الطيران في المنطقة وأن سبب فرض هذه القيود غير واضح حتى الآن. فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الحظر الجوي الصيني سيكون على بعد 85 ميلا بحريا شمال الجزيرة. وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن 14 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خلال 24 ساعة الماضية خط منتصف عند مضيق تايوان، والذي يفصل بشكل غير رسمي بين الجانبين، في حين رصدت وزارة الدفاع 35 طائرة وثمان سفن صينية حول الجزيرة. من جانبها دعت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان الصيني تشوفين جيليان، دعت تايوان للتوقف فورا عن الاعتماد على الولايات المتحدة للسعي إلى الاستقلال وشراء الأسلحة لرفض إعادة التوحيد الصيني. من أجل طمأنة شعب تايوان حقا، يجب على إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي التوقف فورا عن الاعتماد على الولايات المتحدة للسعي إلى الاستقلال، والتوقف فورا عن شراء الأسلحة لرفض إعادة التوحيد. يجب عليها أيضا التوقف عن التعامل مع القوى الخارجية وتقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان. من بكين ينضم إلينا الصحفي نادر رونغ. أهلا بك معنا سيد نادر. إذن بعد انتهاء المناورات العسكرية الصينية والتي حاكت فيها تطويق الجزيرة بالكامل، لماذا تقوم الآن بكين بالنظر في خطة حظر طيران فوق تايوان؟ أهلا ومرحبا بكم. يعني حاليا هنا المصادر الوسائل الإعلام الصينية الرسمية لم تشير إلى يعني فرض الحظر الجوي، ولكن ما أريد أن أقول هو أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، فأي يعني أنشطة صينية فوق هذه المنطقة فهي يعني من شؤون الداخلية الصينية، فلا يحق لأي دولة أخرى التدخل فيها. ولذلك يعني حاليا لا توجد المصادر الرسمية تؤكد ذلك. طيب، إذا لا مصادر رسمية تؤكد ذلك سيد نادر، ولكن وزارة الدفاع التايوانية علقت بأن حظر الطيران الصيني متعلق بنشاطات ربما فضائية صينية وإطلاق قمر صناعي، ما صحة هذه الأقوال أيضا؟ أنا شخصيا بحثت في المواقع الرسمية وكل الوسائل الإعلام داخل البر الصيني الرئيسي، فلا يوجد كما قلت المصادر تؤكد رسمية تؤكد على ذلك، ولكن كما قلت يعني هذه من تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. طيب، إذا إلى ماذا تخطط الصين سيد نادر؟ يعني لا دخان بلا نار، إلى ماذا تخطط الصين؟ أعتقد هو أيضا يعني إشارة تحذيرية للانفصاليين في تايوان وكذلك القوى الداعمة لها من الخارج، فكما نعلم البر الصيني الرئيسي في استعداد تامة للرد على أي يعني تدخلات العسكرية محتملة من القوات الأمريكية واليابانية للشؤون الداخلية الصينية. ويعني الجيش التحرير الشعبي الصيني كل يوم في تدريبات لرد على ذلك. طيب، وشهدنا هذا الرد ورسائل واضحة من الصين بعد المناورات العسكرية الأخيرة، ولكن ما إن صحت هذه الأنباء، نعلم بأنك تقول أن لا أنباء رسمية حتى الآن حول حظر الطيران، ولكن ما إن صحت هذه الأنباء، لماذا قد تقدم الصين على ذلك؟ ماذا يمكن أن تستفيد من حظر الطيران هذا؟ ما الرسائل التي يمكن أن توجهها عبر حظر الطيران فوق تايوان؟ أولا هي يعني تعبير عن قدرة الجيش التحرير الشعبي الصيني لرد على أي التدخلات العسكرية المحتملة من الخارج، وثم كذلك هي محاكاة القتال الميداني لقطع يعني إمدادات الطاقة والأسلحة وكذلك قطع طريق الهروب للانفصاليين في تايوان.
ولتنفيذ مهمة إعادة التوحيد الكامل للبلاد. فإذا استمرت السلطة في تايوان يعني طريقتهم لرفض التوحيد باستخدام القوة، فالجيش التحرير الشعبي الصيني لديها يعني حلول التدابير لتنفيذ مهمة التوحيد. واضح، شكرا لك من بكين الصحفي نادر رونغ. مخاوف تتعلق بالأمن القومي أثارها دخول مواطنين صينيين إلى بريطانيا من خلال الحصول على جنسية دولة ثالثة، وذلك حسب ما كشفت صحيفة التايمز البريطانية، حيث حذر جهاز الاستخبارات البريطاني من أن جواسيس صينيين يتسللون إلى بريطانيا بالحصول على جنسية من دولة أخرى عن طريق الاستثمار أو دفع مبلغ صغير نسبيا من المال في البلاد. وقدم الجهاز الاستخباراتي البريطاني أدلة على دخول مواطنين من دول وصفها بالمعادية بما في ذلك الصين، لكن بريطانيا يقلقها الآن أيضا أن يستخدم الجواسيس الروس هذه الطريقة للتسلل إلى المملكة المتحدة. وفي غضون ذلك أدرجت بريطانيا 11 جهة جديدة على قائمة العقوبات ضد روسيا، وأكدت الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف الكيانات التي تدير الصناعات الرئيسية للرئيس بوتين وحظر تصدير كل شيء يتبين أن روسيا تستخدمه في ساحة المعركة. وكانت جمدت بريطانيا أيضا أصول مجموعة من المسؤولين الروس والشركات الروسية واستهدفتهم في العام الماضي في مسعى لشل اقتصاد موسكو والحد من قدراتها. فاصل ونعود. التسريبات الأمريكية تكشف المزيد، صربيا رفضت فرض عقوبات على روسيا وبيونغ يانغ تلاعبت بالصواريخ. بعد ضمان تقدمها في باخموت شرق أوكرانيا، روسيا تجس نبض الغرب بإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات. الصين تصعد ضد تايوان وتخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال الجزيرة لثلاثة أيام خلال شهر إبريل الجاري. وبريطانيا تكشف تسلل جواسيس صينيين عبر جنسية ثالثة، وتخشى تسلل الجواسيس الروس عبر الوسيلة ذاتها. أحييكم من جديد. أكد المجلس العسكري في ميانمار شن غارات جوية على قرية في وسط البلاد أودت بحياة نحو 100 شخص بحسب تقارير محلية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري إن القصف استهدف جماعة مناهضة وصفها بالإرهابية، كما أقر بسقوط ضحايا مدنيين. وقال عضو في قوات الدفاع الشعبي في ميانمار إن طائرات مقاتلة قصفت حفل افتتاح لمكتبها المحلي. أما في الهند، أعلن الجيش الهندي أن حادث إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء في محطة باثندا العسكرية في ولاية البنجاب الحدودية شمال الهند، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص. وبحسب الجيش، عمليات البحث جارية وتم إغلاق المنطقة. ووفق مصدر في وزارة الدفاع لرويترز، فإن عددا غير معلوم من مطلقي النار ما زال طليقا في المحطة العسكرية. يواصل اليوم آلاف الأطباء في المملكة المتحدة يمثلون نصف أطباء القطاع العام يواصلون إضراباً مدته 4 أيام للمطالبة بأجور أفضل في خضم أزمة غلاء المعيشة. ووصف القائمون على النظام الصحي التعبئة بأنها الأشد تأثيراً في تاريخ الخدمات الصحية في بريطانيا، داعين البريطانيين إلى تجنب التصرفات الخطرة لأن النظام الصحي غير قادر على توفير العناية اللازمة. شيرين مواطنة بريطانية تلقت رسالة هذا الصباح من خدمة الصحة الوطنية تبلغها بتأجيل موعدها حتى يوليو المقبل، ما يعني أنها ستضطر إلى تحمل ألم تعاني منه منذ سنوات في عمودها الفقري. أملها ألا يتسبب الانتظار بتفاقم وضعها الصحي. تلقيت رسالة هذا الصباح تبلغني أن موعدي تأجل حتى نهاية يوليو، ما يعني أني سأتحمل الألم لبضعة أشهر أخرى وقد تزداد المشكلة سوءا.
إلغاء موعد شيرين من ضمن 350 ألف موعد طبي ملغى أو مؤجل لأشخاص سيتأثرون بالإضرابات المستمرة حتى عطلة نهاية الأسبوع. المطالب: رفع الأجور بنسبة 35%، نسبة قالت النقابات إنها تأخذ بالاعتبار السنوات 15 الأخيرة التي لم تشهد زيادة عادلة، نسبة ترفضها الحكومة وترى أنها غير واقعية. التقينا بالسيد باركلي مرتين حتى الآن. في المرة الأولى لم يكن لديه أي تفويض لمناقشة الأجور، أما المرة الثانية التي التقينا به لم يقدم لنا عرضاً بل وخرج من المفاوضات. الهدف بالنسبة للأطباء ليس آنياً، وإنما في طياته بعد نظر قبل انهيار القطاع الصحي بالكامل إذا ظل كما هو الآن. هذه الإضرابات ضرورية لتحسين الوضع الصحي على الرغم من أنها تتسبب بأزمة على المدى القصير، لكن آمل حقاً أن يفهم المرضى أننا نفعل ذلك ليس فقط من أجلنا ولكن أيضاً من أجلهم. الدكتور أحمد هو الآخر من مرضى القلب الذين يقيمون في بريطانيا منذ عام 82، يأسف على تغير حال القطاع الصحي في البلاد. كمريض قلب مباشرة بيقطعوا كل شيء وبياخذوني لجوا بيحطوني، فأما الناس التانيين يا حرام عم ينتظروا كثير ساعات وساعات. هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها هؤلاء الأطباء، لكن فترة الإضراب الطويلة ستتسبب في تأخير مواعيد المرضى الذين يعانون بالأساس من لوائح انتظار عليها أكثر من 7 ملايين مريض. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. أعلنت كوريا الشمالية عن تعهدها بمتابعة تطوير المشاريع الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لانطلاق أول رحلة بشرية إلى الفضاء، وذلك وسط مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي هدفه التجسس العسكري. كوريا الشمالية أعلنت أيضا استعدادها الثابت لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية، مؤكدة أنها تحرز تقدما متتاليا في تطوير مشاريع الفضاء وفق معاهدة الفضاء الخارجي. نعود بكم مشاهدينا إلى لندن والإضرابات من القطاع الصحي والتي تحدثنا عنها قبل قليل. معنا مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى، رأينا في التقرير للزميلة عروب تداعيات بالفعل بدأت تطال المراجعين والمرضى، حدثنا أكثر عن هذه التداعيات إثر الإضرابات في القطاع الصحي. بحسب خدمات الصحة الوطنية تم تأجيل أكثر من 350 ألف موعد بسبب هذا الإضراب الذي يمتد لأربعة أيام وسينتهي صباح السبت يعني في الساعة 7 صباحا. هذا سيكون له أثر سلبي وأيضا يهدد سلامة المرضى بحسب تصريح لوزير الصحة أمس عندما سئل عن عدم الجلوس مع نقابة الأطباء للتفاوض بشأن رفع أجورهم، وقال بأن وضع شروط كهذه بنسبة يعني رفع الرواتب بنسبة 35% لا يتماشى مع الزيادات والتسويات التي تمت بين وزارة الصحة وأيضا المضربين خاصة فيما يتعلق بالمسعفين. نعم. والممرضين. هذا بالإضافة أنه يريد تعليق هذا الإضراب قبل الجلوس للمفاوضات، ولكن يبدو أن يعني هناك تصعيد من قبل الطرفين ولا مؤشر على نهايتها، مما يدل على أن هذه الأزمة ستستمر ربما لأسابيع. إذن مصطفى، يعني هل من ربما خطة للحكومة لاحتواء هذه الأزمة؟ يعني رأينا المحتجين يتحدثون بأنهم يخرجون من الاجتماعات ومن المفاوضات بلا نتيجة. يعني الطرفان متمسكان بشروطهما، ولكن بالطبع من يدفع الثمن في آخر المطاف وهو عامة الناس والمرضى الذين تم تأجيل مواعيدهم، بالإضافة إلى أن سيكون هناك مزاج سلبي في قطاع الصحة، وخاصة وأن هذا النقص للأطباء في المستشفيات سيكون له أثر سلبي على زملائهم. وإن كان مثلا بالنسبة للأطباء الاستشاريين يعني يوافقون على هذا الإضراب، ولكن
كم من يوم سيتم تحمل هذا الضغط الهائل الذي تعاني منه خدمات الصحة الوطنية، وخاصة وأن هناك ما يقارب من أو أكثر من 7 ملايين شخص ينتظرون موعد في مختلف المستشفيات في المملكة المتحدة. طيب مصطفى، وهذا الإضراب يعني يجب الإشارة بأنه فقط في إنجلترا. نعم مصطفى، يعني لماذا يتمسكون المحتجون بهذا الأسلوب للاحتجاج والإضراب؟ يعني هل سابقا أتت أكلها؟ يعني هل تمكنوا من أخذ ما يريدون من الحكومة بهذه الطريقة؟ يعني إذا ما عدنا إلى التسويات التي عقدت في السابق، يعني كانت يعني في حدود 6% بالإضافة إلى دفع علاوة لهؤلاء المضربين، ولكن بالنسبة للأطباء يقولون بأن منذ 15 عاما لم يتم رفع الأجور يتماشى مع نسبة التضخم، وخلال هذه المدة حقيقة بأن رواتبهم تراجعت يعني فعليا أو قيمتها تراجعت بنسبة يعني 26%، وبالتالي هم يطالبون برفع هذه الأجور بنسبة 35%، مما سيكلف دافع الضرائب ب يعني ما يقارب من 2 مليار جنيه استرليني. ويقول وزير الصحة بأن لا يمكن يعني تحمل هذه الأعباء الإضافية لهؤلاء، ولا يتماشى مع التسويات التي عقدت مع الأطراف الأخرى. شكرا لك من لندن مراسل العربية مصطفى زارو. من القصر العباسي إلى عموم أحياء بغداد، قصة لعبة جاءت عن طريق الصدفة لتتحول فيما بعد إلى طقس من أهم الطقوس بعد الإفطار التي يحرص البغداديون على ممارستها بوجود أطباق الحلويات وألحان المربعات البغدادية. هنا في قلب بغداد، مدينة الكاظمية ذات الطابع الديني والتراثي في آن واحد. بدأ جاسم الأسود ممارسة لعبة المحيبس التراثية كلاعب يافع في أحيائها وأزقتها العتيقة، يصبح فيما بعد ملك هذه اللعبة لثلاثة عقود. اللعبة تتلخص في إخفاء خاتم بيد شخص واحد من الجالسين الذين يتراوح عددهم بنحو 100 شخص، ومن ينجح في إظهار الخاتم يفوز بنقطة على خصمه. أنا بثاق بطولتي يعني اشتهرت 79-80، النهاية كنا أنا والفضل تقريبا العدد كان 500-500، يعني كان قبل عدد مفتوح، كانت ماكو بطولات رسمية، هسه صارت على النظام دوري وتصفيات. كان قبل يلبسون أي شيء سويناه زي موحد زي العربي، تراثنا الدجاجة وخلينا له قانون ونظام. هل عزبان؟ لا يوجد تأريخ دقيق للعبة ونشأتها، لكن أحد أبطال المحبس يقول إنها تعود إلى العصر العباسي، وإن اللعبة جاءت عن طريق الصدفة. الوقع التاريخي اللي صار بها صار برمضان، الخليفة العباسي ضاع منه خاتم بوقتها، فراد يعرف المحبس وين، جمع الحاشية مالته فراد يعرف المحبس وين، شاف فراسته أنه أكو واحد وجهه أصفر، فلذلك كشف المحبس، وهي كانت هاي الحادثة بشهر رمضان، لذلك ارتبطت هاي الحادثة بشهر رمضان. انتشار لعبة المحيبس وتزايد شعبيتها وانتشارها في بغداد والمحافظات أخرجها من المناطق الشعبية إلى القاعات الرياضية الكبرى لاستيعاب العدد الكبير من اللاعبين والجمهور. هي لعبها تراثنا، يعني أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا يلعبون هاي اللعبة، يعتبروها تعلولة بعد الفطور يعني، ويتونسون ويلعبون. لعبة المحيبس تحولت من لعبة تراثية إلى طقس من أهم الطقوس بعد الإفطار، والتي يحرص البغداديون على ممارستها بوجود أطباق الحلويات وعلى أنغام المربعات البغدادية. سامر الكبيسي، العربية، بغداد. يواصل مسلسل منه ولدنا 2 كسب ثقة المشاهد السعودي والخليجي على حد سواء. إذ تصدرت مشاهدات المسلسل والنقاشات حول قصته مواقع التواصل الاجتماعي. المزيد في فقرة كواليس مع سهى الوعل وإعداد أيهم القاسم.
نزل الشنطة وياه يلا انزل غلاص. بس أنا ولدي يونس كشف خيانة هلال لنا. نعم. وأخيرا القصة التي لا تشبه كل القصص. مرحبا. من رمضان الماضي استطاع مسلسل منه ولدنا أنه يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث قدم جيل تلفزيوني جديد من نجوم الكوميديا الشباب. الجزء الجديد جاء من زاوية مختلفة، فبعد ما كانت القصة تدور فقط في جزءها الأول عن شابين تبدلوا وقت الولادة وما ترتب على ذلك، ركز الجزء الجديد على أمور أخرى كطموحات كل منهما وكيف دمرت إحداهما الأخرى. أنا ماني مؤمن بالمنافسة وأنه بيكون في شيء أصعب يعني، أو أنه لازم إحنا نصير أحسن أو هم يصيرون أحسن. أنا أحس كل فريق أو كل عمل له جوه، وكل ناس أو يعني كل ناس لهم الأشياء اللي يحبونها. العمل يعني اتجه إلى منحنى مختلف تماماً عن الجزء الأول، وبيكون واضح بالنسبة للمشاهد. الجزء الأول ممكن كان التركيز أكثر شيء على الكوميديا، بينما الجزء الثاني لا، تفرع وراح اتجاه النص إلى عدة أمور، ولكن ما تخلو من الكوميديا. الكوميديا موجودة، ولكن المستوى الدرامي أصبح أكثر من الكوميديا، ولكن بطريقة لطيفة وخفيفة على المشاهد. المسلسل وبحسب تصنيفات شاهد استطاع أنه يحتل المركز الرابع في السعودية من ناحية أرقام المشاهدة. أسهم في ذلك بحسب رأي النقاد توقيت عرضه مباشرة بعد مسلسل طاش مطاش في الفترة الذهبية. يعني هو نجاح الموسم الأول حملنا مسؤولية كبيرة، كان نجاح كبير وعظيم، والحمد لله رب العالمين. يعني وصلنا فيه لمناطق كنا حابينها ووصلنا لها. فالجزء هذا احنا في مسؤولية علينا، لازم نكون نقدم أفضل من الجزء الأول. فالجزء الثاني فيه مفاجآت حلوة، فيه أحداث جميلة، فيه تنوع شخصيات، تنوع أحداث، فالكمستري بيننا جدا جميلة بصراحة. صرنا كعائلة واحدة، والأشياء اللي قاعد نقدمها جدا جميلة الحمد لله. تغير الكاركتر بيني كريان وبين الأستاذ هند محمد كان جميل جدا. ليش؟ الريال الموسم الأول كان قاسي معها تماماً، إلين صار الدرس اللي هو رجع لعالم الفقر، ثم رجع لمكانه الحقيقي. والآن مع بعض التغريدات من هنا وهناك حول العالم. عشانك انت، انا حبيتك عشانك انت، فلا تغير نفسك عشان الناس. في ختام النشرة نذكر بالعناوين. التسريبات الأمريكية تكشف المزيد، صربيا رفضت فرض عقوبات على روسيا، وبيونغ يانغ تلاعبت بالصواريخ. بعد ضمان تقدمها في باخموت شرق أوكرانيا، روسيا تجص نبض الغرب بإطلاق صاروخ باليستي متقدم وعابر للقارات. الصين تصعد ضد تايوان وتخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال الجزيرة لثلاثة أيام خلال شهر إبريل الجاري. بريطانيا تكشف تسلل جواسيس صينيين عبر جنسية ثالثة، وتخشى تسلل الجواسيس الروس عبر الوسيلة ذاتها. في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.